مجال وربنا يوفقك. ميرا، أكثر الأشياء التي صدمتك وأنت بتدخلي هذا العالم الغريب، زي ما قلتي بتكتشفي التجار في البشر ده شيء منتشر وشائع، إيه أكثر الأشياء اللي سببت لك ذهول وحسيت إنك كنت بعيد عما يحدث في العالم التحتي ده؟ كان ثمة بعض الخبرات المختلفة التي مررت بها. عندما بدأت العمل مع الأمم المتحدة كنت أجري مقابلات مع ضحايا، وأيام من كنت أستطيع أن أجري معهم مقابلة متورطا في الاتجار بالبشر. ذهبنا إلى مكسيكو سيتي، وفي مكسيكو سيتي التقينا بأحد الأعضاء في مجلس الشيوخ، وقالت أن لديها مأوى للفتيات المتجر بهن، وقلت لها هل قدتنا إليه؟ بالفعل قدتنا إليه، وكنا نقود في شوارع خلفية، واضطررنا إلى أن نغير من مسارنا في ذلك اليوم لكي نصل إلى هذا المأوى، وأخذتنا إلى هذا المجمع وذهبنا إليه ودخلنا إلى الداخل وفوجئنا بهذه المجموعة من الفتيات، ومعظمهن يبدين كما لو كنا مراهقات، والبعض منهن كنا صغيرات للغاية. وقلنا حسنا، أولئك الأطفال من المفترض أنهن أخواتنا أو أطفالنا أو بناتنا، ومن الممكن أن يكونوا بناتنا هن أيضا ضحايا. ومن ثم بدأت في إجراء مقابلات معهن، والتقيت بأطفال قد تم الاتجار بهن وهم في الثالثة من عمرهم، وكنا يوضعن في مواخير وأماكن للدعارة، وكنا يجبرنا على ممارسة أفعال جنسية مشينة وهم في السابعة من عمرهن. وأنقذت بعض الفتيات وأحضرنا إلى هذا المكان، ولم يبلغ طولها أكثر من هذا الطول، وأرتني كيف أنها تعرضت الكثير من الغبن، وقالت لي أنها تفتقد كثيرا لأخواتها، وأنا كنت أوشك أن أموت لأنني أم وأرى براءة هذه الطفلة التي انتهكت بشكل بذيء. هذا في الحقيقة صدمني صدمة كبيرة، ولم تتوقف الصدمة حتى الآن، ولكنني أجريت مقابلة مع شخص هو نفسه اتجر بثلاثة آلاف امرأة لأوروبا، وقال أو أول شيء قاله لي هو أنه في الأيام الخوالي كانت الدعارة أمرا سهلا، كنا نستطيع أن نخدع المرأة ونقول أننا نحبها وبعد ذلك نستغلها، والآن لا نأبه بما تشعر به المرأة، نحن نجبرها وفقط. نقول حسنا، هذه لا تتعدى أن تكون مجرد شيء، لا تشكل بالنسبة لي أي شيء. فبرودة التعامل والطريقة التي يتحدث بها عن كيفية معاملته للبشر تجعله في الحقيقة متجردا من كل معاني الإنسانية، فهذه من ويقول إن هذا عمل له، فإنه أمر يجعل القشعريرة تسري في أبداننا عندما نسمع إلى هذه الطريقة. يقولون لا، إننا لا نرتكب أي جرم. نقول له كيف تستطيع أن تجعلهم يقفون بهذه الطريقة أو تضعهم في طابور أو ما إلى ذلك؟ يتحدث عنها بمنتهى البرود، إنهم يحرقونهم، يغتصبونهم وهكذا. فأنا أتظاهر فقط أن أكون سيئة وأجلس أمام مثل هذا الرجل وأستمع إلى كل الأعمال الشريرة التي يفعلها، وأشعر بثقل يغزو قلبي، وأقول هذا الشخص مسؤول عن تدمير 3000 حياة، فإنه أمر جنوني. والمقابلة الثالثة كانت امرأة قد هربت من أفريقيا إلى أوروبا بمركب، وكانت مثلها مثل الشحن أو الأشياء المشحونة، وعندما ذهبت إلى هناك كانت تعتقد أنها سوف تحصل على وظيفة. قالوا لها الآن أنت مدينة لنا ب55,000 يورو، وإن لم تدفعي لنا سوف نقتل ابنك أو ابنتك. وكانت معها ابنتها، واحتجزوا هذه الابنة منها واختطفوها منها، وكان عليها أن تسدد مبالغ، وكانوا يحدثون هاتفيا، وكانت تتباطأ في السداد لأنها ليس لديها أموال، ويقولون لها أنهم يضربون الطفلة ويضربون الطفلة ويضعون الهاتف عند الطفلة لكي يجعلها تستمع إلى هذه الصراخات، فإنه أمر مريع، وهذا يحدث في كل بلدان العالم. كل بلدان العالم تعاني من الاتجار بالبشر. هذا يكفي. شكرا. I'm sorry. We are shocked.
Thank you. I'll tell you another shocking story of a girl 12 years old. لك قصة أخرى مفزعة لفتاة تبلغ من العمر 12 عاما. Sorry. بنت عندها 12 سنة وتعذبت وتعرضت لأمور كثيرة جدا يعني غير إنسانية ولا حتى الحيوان يرفضها. وبعدين كانت حست باشتياق لأبوها والأمها تدور عليهم لحد ما قدرت تهرب وراحت جريت ولقت أبوها ثم اكتشفت أن أبوها هو اللي كان باعها فانتحرت صدمة. دي فين في بلد دي؟ قصص يعني ما تدقاش يا فوت معلش خلاص فالقصص كثيرة والأعداد عمالة تتكاثر وتتزايد الحقيقة. طيب the next step الخطوة القادمة احنا بنعمل مؤتمر وبنعمل فعاليات منتدى كل ممثلي العالم والريبريزنتيفز موجودين. الخطوة التالية لازم يبقى في وعي عام لدى البسطاء نشتغل عليه ازاي؟ شغل ميديا وشغل فن وشغل منظمات غير حكومية. في رأيك الخطوة القادمة تبقى عاملة ازاي؟ علي مبدئيا أن أهنئ وأحتفي بالسيدة الأولى السيدة سوزان مبارك لتدشينها هذا المؤتمر. إنه مؤتمر عالي المستوى للغاية وأعتقد أنه لم تعقد مثل هذا مؤتمر بمثل هذا المستوى على الاتجار بالبشر. وفي الحقيقة هذا مؤتمر له غاية ومرمى معين ومن ثم فعلينا أن نحتذي حذو هذا المؤتمر. أعتقد أن كافة جوانب المجتمع يجب أن تتضافر جهودها لكي تحارب مثل هذه الظاهرة. الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشركات أيضا. ومن أجل هذه الغاية كان لدينا جلسة اليوم عقدت حول القانون والممارسات الشركات. ويبدو غاية في الأهمية وأنه يجب على الشركات الكبرى أن تتبنى برامج تتأكد من خلالها وتضمن من خلالها ألا يوجد اتجار بالبشر. أيضا الشرطة يجب أن تكون المنتجات التي تنتجها الشركات يجب أن يوضع عليها علامة تقول بأن هذه المنتجات خالية من الاتجار بالبشر أو أنه لم تتورط فيها أي عمالة قسرية. ومن ثم تأتي استجابة الجماهير لاتجاه منتجات مثل هذه الشركات. من الواضح أنه هناك أرباح تجنيها الشركات من العبودية ومن العمالة غير الشرعية. ولكن إذا استطعنا أن نروج للمنتجات وأن نجعلها بأسعار مخفضة ولا سيما المنتجات التي لم تتورط فيها العمالة التي تعرضت للعبودية وما إلى ذلك فأعتقد أن مثل هذه الممارسات سوف تشجع على رفع الوعي العام بمكافحة الاتجار بالبشر. إنتاج هذه السلعة لم يستخدم فيه أطفال دون السن القانوني. دي نفسها دعاية للسلعة. صحيح. زي قلنا إنه طبعا هتستفيد منها. بالظبط. دكتورة ليلى النهاردة كان في كلمة السيدة سوزان مبارك كانت بتتكلم عن الرق الجديد. صح. كانت بتتكلم عن إن في كل ثانية في فتاة بتتعرض للانتهاك. صح. هل لدينا رصد لملامح الاتجار بالنساء أو تجارة الجنس في العالم العربي أو في مصر ولا لا توجد أرقام؟ هل إحنا سوق مصدر أو مستهلك لمثل هذا النوع من التجارة؟ شوف هي الجريمة عالمية دولية بمعنى أنها ترانس باوندر يعني بين الحدود. ففي دول بتمارس فيها في دول بتهيئ أماكن أو قرى لسياحة سياحة الاتجار بالبشر والسياحة سياحة الدعارة بالظبط كده. ومعروف كده يعني يروحوا يتفرجوا يعني مثلا على الحاجات وبعدين يروحوا. احنا في مصر الحمد لله احنا يعني ما نقدرش نقول ان احنا بنعاني من هذه المشكلة. احنا عندنا صور اخرى من اساءة استعمال اللي هو زواج القاصرات واللي زواج الميسر والكلام ده وعمالة الاطفال. لكن احنا الدولة بقى ترانزيتور يعني في دولة مرور. هل توجد مشكلة في الرق المحلية أو العبودية المحلية؟ لا إننا نتحدث هنا هي
تقول ان العبودية المحلية تعد ايضا من الاتجار بالبشر. اعتقد ان هذا الامر ينطوي على استغلال اكثر منه اتجار بالبشر، لان الاتجار بالبشر ينطوي على اختطافهم ضد رغبتهم. بعض من الاطفال يؤخذون ويتساءل معاملتهم. انه شكل من الاشكال او صورة من الصور. يجب الا ينتقل الناس من مكان الى اخر لكي نسمي هذه الجريمة اتجار بالبشر. انها الارادة، ليس مسموح بموجب اي قانون في العالم ان تبيع نفسك كعبد او في الرق. الناس الذين ياخذون وظيفه ما وبعد ذلك تساء معاملتهم، هم يظنون انهم سوف يحصلون على وظيفه ولم يتوقعوا انه سوف تساء معاملتهم، ومن ثم فهذا يعد من الاتجار بالبشر لانه ينطوي على الاجر المتدني وسوء المعامله وما الى ذلك. هي تقول ان هذه ان هذا امر ظاهره قريبه جدا. ولكن اجابه عن سؤالك، احنا الحقيقه دراسات واحصاءات، بس نقدر نقول ان مصر هي دوله مرور، يعني في بيجو ترانزيت، بيجوا من افريقيا بيروحوا شرم الشيخ، ومن شرم الشيخ بيطلعوا اسرائيل، دي ثابته يعني، ومن بعض دول اوروبا الشرقيه فدي موجوده. انما اللي ما كانش فيه وعي كامل في العالم العربي وفي اغلب الدول بصراحه على هذه المشكله، الا لما مصر بادرت بهذه الرياده والمبادره بتاعه تسليط الاضواء على جريمة الاتجار بالبشر. نعم. هتقولي طيب إذا كنا إحنا مش بنعاني منها الآن، يعني إيه ليه اهتمام مصر بيها؟ لا إحنا بنعاني. مين؟ لأن إحنا مش بنعاني. لا بنعاني تجارة الجنس بالمعنى الصريح ده. بالمعنى يعني يعني مش زي بقية الدول. بس في أشكال طبعاً تنبئ عن خطر. شوف يا يعني. ده موجودة في كل الدول. طبعاً. إحنا بنتكلم على الفوليوم، على المدى. أي. يعني في ناس بتتساءل طب يعني إيه الأهمية وليه مصر تعمل؟ أنا بعتقد إنه عائد كبير جداً جداً لمصر وللعالم ان تهتم مصر بهذه القضيه، مش شرط يكون عائد يعني عائد مادي ولا عائد، فكون مصر بتهتم بهذه القضيه اعتقد ان ده عائد كبير جدا لمصر، الى جانب انه هذا يصحح صوره العرب والى اخره في العالم. مفيش جدال ان يعني وزاره السياحه بتصرف الافات عشان تقول تعالوا زوروا مصر. صحيح. ومصر وانطلاقا من مبدا حتى الوقايه خير من العلاج، بدل ما الظاهره تتفشى في مصر امنحها من جذورها. بالظبط كده. الى جانب انه يعني مصر لها مكانتها في العالم العربي، وقامت بدور بتوعيه الدول المجاوره في افريقيا وفي اسيا، وزي ما قلت لك دي جريمه عابره الحدود، فلا انت لما بتمنعها او بتردع اللي حواليك انت برضو بتحمي نفسك. طبعا. فبالتالي هي رساله انا اؤيد جدا ان مصر تهتم بهذا الموضوع، ورساله جميله للعالم، والا ما كانوش كل الشخصيات دول جي جم. يعني الاتجار في البشر ومكافحته. انت هنا في الاقصر. very simply you are now in Luxor. ببساطة شديدة الان انت في الاقصر. It's much simple. هذا امر غاية في البساطة، ليس كذلك؟ ما هو شعورك؟ هذه المرة الثانية لي هنا، وانني سعيدة جدا ومسرورة لانه اتيحت لي الفرصة ان اتي الى مثل هذه المدينة الخلابة، ولقد لقيت الكثير من الكرم ومن الحفا ومن الناس. وانظر الى هذا المكان، انه عرض حي في وسط وقلب معبد الأقصر. نعم، إنه يختلف كثيرا عما نراه في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نقرأ الكثير عن مصر، نقرأ الكثير عن الحضارة المصرية القديمة، ولدينا متحف ولدينا في المتحف مجموعة من الآثار المصرية، ولكن في الحقيقة مجرد خطوة واحدة داخل هذا المعبد في الحقيقة يغير صورة الحياة بالنسبة لي. رجاء أن تعودي مرة أخرى. سعداء بوجودي معنا النهاردة. دعا لمصر. شكرا جزيلا دكتورة، شرفتينا. شكرا ميرا. Thank you. Thank you and well done and go ahead. شكرا جزيلا واحسنت صوتا. هذا المؤتمر كان امرا مذهلا، ولقد تعلمت من الجميع في هذا المؤتمر. يبدو لي كما لو كان جامعه او كما لو كان كليه، كيف نحارب الاتجار بالبشر. ولقد استفدت من كل الخبراء، والجميع لديهم مسؤوليه يجب ان ينطلعوا بها، سواء كانت الشرطه، سواء كان الجماهير، الاعلام، الافلام، وحتى اي شخص عادي. لو يعرف هذه الحقائق من خلال العمل اللي بتعملوه دلوقتي مثلا نفس طبعا. هذا البرنامج يبلغ عن وجود مثل هذه الانتهاكات. شكرا جزيلا يا دكتورة، وانا بشكركم ان المترجمة هتستقيل بعد الميكس اللي احنا عاملينه في الارض. شكرا جزيلا. ثانك يو. هنواصل بعد الفاصل.